اسكنوا حبكم فهو النجاة. الشيخ عمرو أحمد من جبل أحد بالمدينة المنورة. تعالوا نتعلم من الحجر الحب. اجعلوا حبكم ديناكم. لا تهمل ترديد الأذان. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول كان له مثل أجره. ترديد الأذان حالة حب، حالة حب. كل كلمات الأذان كلمات حب. الله أكبر، قلها مع المؤذن، ردد معه واستشعر ببركتها أنك توافق على كل كلمة وتبصم على كل كلمة وتقر بكل كلمة، لأن كل كلمة تقول أنك تحب الله. أيها الناس لكم